دولاب البطولات في الاهلي غير، ما هو مفيش نادي عنده دولاب كؤوس ودروع زي الاهلي. بطولات محلية وقارية وكمان عالمية بعد الفوز ببطولة نص الدنيا. 151 بطولة اهلوية كتبت تاريخ ذهبي للنادي الاهلي، لانه النادي الذهبي. الاهلي اللي سيطر على بطولات افريقيا عبر كل السنين اللي فاتت، وهو المتربع الأول على عرش القارة بجدارة وبفارق كبير عن كل المنافسين. كل بطولة خدها الأهلي لها مذاق وطعم وذكريات حلوة، مواقف صعبة تتنسي. هو في حد يقدر ينسى أول بطولة اللي خدها الأهلي من قلب قابلة الأشانتي في غانا سنة 82؟ أكيد صعب دي تتنسي. كل بطولة جت بعدها كانت بتعب وعرق ومتعة كروية ولوحة فنية رسمها نجوم الأهلي ودخلوا التاريخ من باب المجد والألقاب. كل البطولات حلوة، لكن مفيش أحلى من التاسعة. التاسعة إحساسها مختلف، ذكرياتنا معاها أجمل وأجمل وأحلى وأروع. وكل سنة لما تقرب ذكرى بطولة القاضية بص على نفسك، هتلاقيك كده لوحدك كده فرحان وسرحان، بترجع الشريط من الأول عشان تستمتع تاني بأحلى اللحظات. وده بقى اللي هنعمله معاك، هنرجع لأيام القاضية، هنعيش الحدث من تاني ونرجع نغني عيش بالروح والعين والقلب. غني وشجع نادي الشعب. القضية مع الأهلي أكيد طبعاً، أكيد ممكن وممكن وممكن.